تأجيل آخر يؤخر انطلاق المباحثات بين الحكومة وممثل الميليشيا في الكويت، ويجعل مصيرها معلقاً بعد إعلان الخارجية الكويتية تأجيل المباحثات إلى أجل لم يحدده الإعلان. وفد الميليشيا الذي كان من المفترض أن يلحق بوفد الحكومة بالكويت بقي في صنعاء متذرعاً بضرورة إيقاف الحرب قبل بدء المباحثات، بينما قوته على الأرض هي من يستمر بخرق الهدنة منذ الدقائق الأولى لدخولها حيز التنفيذ وحتى اللحظة وفي جميع الجبهات. مسيرة أشهر من التحضيرات التي بدت ناجزة هذه المرة انتهت إلى ذات الطريق المسدود للجولات السابقة، حيث الاتفاق على أجندة المباحثات ولا أمل بخروجها باتفاق ينهي الحرب. إن المحادثات التي سوف تنطلق للكويت بالثامن عشر أبريل نيسان الجاري تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع واستئناف حوار وطني جامع وفقا لقرار مجلس الأمن 2216. وبينما يؤكد المبعوث الأممي ومسؤول الحكومة أن المباحثات ستتمحور حول الاتفاق على آلية لتنفيذ القرار الأممي 22/16، يبدو أن للميليشيا هدفا آخر وأجندة مختلفة، خصوصا مع استمرار الميليشيا بإرسال تعزيزات كبيرة إلى جبهات القتال وأهمها جبهة نهم على مشارف العاصمة صنعاء. لا يبدو أن الأمر متعلق فعلا بأجندة المباحثات، حيث سبق وأكدت الميليشيا على لسان متحدثيها بأنها تلقت رسالة المبعوث الأممي بشأنها وردت عليها، وهو نفس الأمر الذي فعلته الحكومة. فيما كان المتحدث باسم الميليشيا يؤكد في وقت سابق أنهم على استعداد لتسليم السلاح وتطبيق القرار الأممي، وعندما وجدت الميليشيا نفسها على بعد خطوة من التطبيق العملي لذلك تراجعت. مباحثات الكويت التي كان اليمنيون يعلقون عليها آمالاً عريضة لإنهاء الحرب ومعاناتهم الطويلة جراءها تبدو محطة أخرى للفشل مع استمرار الميليشيا في لعبتها المميتة.